لا 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 أكلناها شتوة. وأي شتوة؟ عوافة. عوافة أهلا وسهلا. كيفك يا خالتي؟ كتر خير الله. شو أخباري؟ رواق ماشي مثل الأيام. صحة منيحة؟ أي قبل كل شيء. هذا أهم شيء. وهدي كله برا. أكيد. شو هالساعة هيدي؟ شو هالشلاك؟ ساعة بس أنت مش مزبوط طالع عجبال بلا شابو. ما نسيتها بالبيت. نسيتها بالبيت. أنا بدي أقدم لك كادو. روحي يا. إيه. عن جد؟ تستاهلها. يلا لبقت لك. يلا يلا. وهيك هيك عم تشربي قهوة؟ ايه. نشرب كمان هيك قهوة. شفي معي. اهلا اهلا. سقعة سقعة سقعة. وين الشابوه البيضة؟ جوا برا؟ شو وين رحتي؟ يا عمي عم نطلع لك على شابوه. اه تكون تلبق لك مش تعبانة. خلص ها هي منك. تسلم. تسوى كنوز الدنيا كلها. ولك تسلم تسلم يا حبيبي. ابن الجبال هيك بده يلبس. انت كيف تشرب قهوتي؟ انا مره 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 لان الايام مره. لا ولو قولك لا تقلش. قولك يا حبيبي ما تقل البلديين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. خالتي انت خبروني. ايه انت المختاره. تسلم تسلم تسلم. يعني اخبار الضيعه كله كلها معي. الأسرار. إيه أكيد كله هون. إيه إيه. أنا لما معي سر ما تفكرني هيك بحلفك بموتك. صاير كذا كذا بتضيع بس ما تجيب سيرتي هيك بقلون. خيلتي سؤال هيك بدي جواب من الآخر. إيه. وبكل صراحة. تكرم عينك. الجيزة. إيه. عسل أو بصل؟ تلتين هيك والتلت هيك. شو الهيك؟ بصل هيك. بصل. آه بصل. البصل كتير. بصل كتير. كيفك بالطبخ على سيرة البصل؟ أوه كتر خير الله. مش عشية. هاي. ومش أبعرش أش بدي أطبخ وبروح بسأل جيراني. ماشي حيلي كتر خير الله. 8 أولاد ربيتهم. قلتي لي بالطبخ منيحة؟ كتر خير الله والله. وأنا صراحة هيك جوعان شوي. لحق حالك قبل ما يجي سكان غيرك وجعانين أكتر. حبيبه ومري يحن موجودين صحيب عندهم. نحن هون؟ ايه. شو عم بيطبخوا؟ مغربية ملوخية ما بعرف. ما بتعرفي؟ اوكي وحدي. يا هاي يا هاي. يلا خيلتي باي. انا تشرفت بمعرفتك. تسلم بس ما توخذني اللي قلت لك روح اتغدى غير ما تروح. لا لا بس بس هني هني محضرين لك. طيب خليكي هيك معي شوي. بدي اخذ صوره انا وياك سيلفي يا حبيبي. ها ملي هيك خيلتي. ضيعتنا من سمار جبال للأجواء الحلوة مثل ما لكم شايفين من تحت المطر. جيت اليوم عند ماري تنحضر مغربية وجبنة بلدية ويمكن نعمل بليلة. ما بوعدكم. كيفك ماري؟ منيحة. وانت؟ ماشي الحال. بشو بدنا نبلش ماري؟ بالمغربية أكيد لأنه أصعب شيء. أول شيء الدجاج لأنه بياخد وقت ما نحطهم تنسلقهم. وبعدين منحضر الحليب كمان على درجة حرارة تنغطيهم ونرجع منبلش فيهم. طيب خلينا نعطي المشاهدين شو بيلزمنا تنعمل المغربية بالبيت. بدنا مغربية أكيد. وبدنا حمص. وبدنا بصل كويس. وبدنا دجاج. وأكيد بهاراتهم. البهارات الخصوصية تبع الدجاج. وعندك بهارات المغربية وعندك التروا بوافر. وأكيد أكيد بس بدي تسلق الدجاج بتكوني حاطة قرفة وغار. إذا في زفرة هادي لسلق الدجاج عادة بنحط له نحن 100% قرفة وورق غار. في كراوية كمان بيحطوا لها للمغربية. هي أنا بعملها خلطة الدجاج. خلطة الدجاج كلها بهار أبيض بهار أسود قرفة وسبع بهارات. أيوه هادي خلطتك أنت السرية. إيه. يلا نبلش. رح نبدأ بسلق الدجاج. طبعا دور لك الغاز. عملي معه. يلا منجيب بس صدورة وفخاد. هي فيك منك جايبة جوانح منك فيك تسل الفروش كله بس هي أطرى شي بالدجاج الفخد مشان هيك هي أسهل. أحلى وحدة تستعمليها للمغربية. للمغربية هي الفخد. بحط لك مي فوق. دايما ملح الخشن.
بيطلع الزفرة تبع الدجاج. فبنستعمل ملح خشن بالسلق، وبنحط ورقتين غار، وبنحط عود قرفة، بنغطيها بتغلي بسرعة أكتر. بهيدا الوقت تيكون سلق الدجاج نحن رح نغلي الحليب، نطلعه لدرجة 43 لأنه نحن اليوم سقعة، وأصلا رح نعملهم برا مشان هيك تتكون درجة الحرارة أعلى. كان بهيدا الوقت لبما يسخن الحليب وتنسلق الدجاج نحضر بصل. المغربية بتاكل كتير بصل، يعني تقريبا كيلو المغربية بده كيلو بصل. طيب إذا سخن أكتر الحليب تنتزع ما بتصير الجبنة؟ يعني لازم هي درجة الحرارة تكون؟ إيه أكيد، إذا كانت أقل ما بتصير جبنة، وإذا كانت أكتر أول شيء بتطلع كتير قاسية بتضل طرية. يا أهلا وسهلا. مراحب. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. لحظة. أول شيء تأخرت، كيف عم تقشع بعوينات؟ أنا ما عم بقشع صراحة من الشتاء، رح نشيل العوينات. أعطيني خلينا على عفويتها. يلا تفضل معنا. ماري بونجور. بردين؟ لا لا أبدا. عادي. شو هالحكي؟ شو هالحكي أبدا. تعرف تطبخ؟ أنا إيه لحظة باي ذا واي، أنا برو طبخ. يلا. يعني برو طبخ وبحب الطبخ وبحب بطني كمان. طيب يعني من الآخر يعني. شو بدكم ساعدكم؟ قشرنا البصل. أوكي. ماري خبريني، مجوزة؟ إيه مجوزة. أوكي، شو عندك ولاد؟ خبرينا هيك يعني. عندي بنوت. بسم الله، الله يخلي لك إياها. صرت تيتا أو بعد؟ لا بعد. بعد بكير. قد إيه صارت حرارة الحليب؟ 45. أوكي. بس هو بهيدا السقعة لازم تكون درجة الحرارة عالية. طيب ستات، أنا عندي شغلة واحدة هلا. نحن ثلاثتنا بتصور مش إنه بردانيين أوفر أكتر من برد في السقعة. مثل ما مبين أكيد والمشاهدين عم بيشوفوا، نحن بحاجة لحرام. بس أنا رح أخذ منك الحرام لأنه بدي غطي فيه الجبنة. كمان الجبنة بحاجة لتتغطى. أوكي لا كمان. خلص. لا الجبنة أهم. الجبنة أهم، هيدي هي. هيدا الحرام. يلا. كيف بتغطيها؟ بتغطي الطنجرة كلها؟ هلا منشيل الحليب. نحن أخذنا درجة الحرارة اللي بدنا إياها اللي هي 45. منجيب المجبنة. هلا كل ست بيت تستعمل مجبنة بطريقة، أنا بجيبها البودرة. أوكي. بنحطها. المجبنة من شو معمولة؟ نباتية. أوكي. من عصائر النبات. في فيها تكون حيوانية وفيها تكون نباتية. بس أنا بستعمل النباتية لأنها صحية أكتر. مندوبها شوي بماء. الداعية رمالي ما العيار. بس أنت مش لازم تحطي أكتر من 5 جرامات بجالون حليب. أنا حاسس بعد ما تخلص الحلقة حبيبة شو عمل لك جبنة بلدي. بكرة مندوبها منيح ترويقة. منتأكد انه دابت 100% بالماي، لانه اذا ما دابت بتسمم. شو بتسمم؟ بتسمم. ايه دوبيه كتير منيح عملها. معروف دخيلك. ولا دخيلك دوبيه ولا بتسمم. بتسمم بتسمم بت... عن جد عن جد. ودائما بس بدنا نحط المجبنه بالحليب بنحرك ملعقه خشب. اوكي. ما بنحرك ولا مره بملعقه ستانلس او الومنيوم. ليش؟ شو السبب؟ أول شيء تما تقرقش وتما تفرط المجبنة. أوكي. لأنه نحنا دوبناها بالماء. نحنا ما دوبناها بالحليب. عم تدفى أنت بالدجاج؟ أنا والدجاجات. خلينا نشوف دفرة الدجاجات. يلا. هلا الدجاج عادة تشوف إنه عجد بعرف الطبخ. إيه؟ بيطلع مثل زفرة يعني بيقولوا لها. بس ما كتير طلعت، أنجأ شوي. ليش والسبب؟ لأنه أنا بفركهم بالملح والخل. ما بيضل فيه زفرة تنشيلها إجمالا. بس هيدي الرغوة منشيلها لأنه نحن رح نخلي نفس المرقة تنرجع نغلي فيها الدجاج مع البصل. نستعمل المرقة 100% كرمال المغربية. نحن هون يعني شوي ببلش يستوي الدجاج عنا بهيدا الوقت. شو رأيك بالريحة جوني؟ لحظة. واو واو. لا عن جد كثير طيبة. بدي عزبك ترجع تغطيها. تنحط عيني. طنجرة تانية. انتو يعني. شو بدك قولي لي؟ تنحط الحمص. اوكي. طيب بنفس الوقت تينسلق.
شكلها راقت شوي. شتي راق هلا، رح اترككم شوي ستات تسيروا. عم تهرب قلت بتعرف عم تهرب بدك ترجع انت بس مستوى الطبخه شكلك. وين بدي رايح قصدر هون شوي بالضيعه. طيب يلا ما تتاخر ناطرينك. هلا بنحط طنجره ثانيه كرمال نغلي الحمص. يلا خليني اشغل لك الغاز. أدي حمص بدنا؟ يعني تقريبا هي بتقولي شو يعني كمشة، تنقول كيلو المغربية. يعني بياخد قد فنجان الشاي أو ملوى كفي حسب. على كل كيلو مغربية؟ على كل كيلو مغربية قد فنجان الشاي 100%. آخر شي بدك تعملي لي بليلة؟ طبعا. شو بدك؟ ليه تساعدك؟ هنغطي الطنجرة تتغلي بسرعة. أنا تنشوف شو صار بهالحليب. مش هالحال. نحن قلنا 20 دقيقة بس نحن اوريدي تركناها 25 دقيقة. خمسة بمجرد ما يمصل خلص مش هالحال. إنه هو مش هالحال. بنحط نقطة ملح. ومنجيب ملقعة الخشب. هلا جبنة بلدية يعني ما بدك كثير ملح. ومنكسرها للجبنة. هي أنت إجمالا بتغلي المي والملح. 70 جرام بكل لتر ماي بتحطيهم. بتكوني محضرتيهم قبل بوقت. اوكي. نعملها بطريقه بتقسميها 100% لانه الجبنه ما فيك تكسريها، ما هي بارتيكلز. اذا تكسرت هيدي البارتيكلز بتصير الجبنه بتعذبك كثير فتتمش. اوكي. فبتقطعيها بطريقه معينه 100%. طلعت الشمس شكله جوني هلا تحت الشمس عم يتمشى. راحت عليك الجبنة يا جوني.